جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1446 سجينا بمناسبة عيد العرش. وزارة الصحة تؤجل النشر الوبائي الأسبوعي بسبب العيد بعد قرارها إغلاق 8 مدن. الحكومة ترد على الاتهامات بالتسبب في حوادث قاتلة. إقبال كبير على محلات بيع التوابل بأسف قبل يوم واحد من العيد. وفي الرياضة مع جواد الرجراجي، إصابة 3 أفراد من أسرة اللاعب أنس المرابط بفيروس كورونا، من بينهم ابنه الرضيع بعمر 2 شهر. والوداد يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام مولودية وجدة. نشرة الأخبار من صفي جود، أهلا بكم. بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 21 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أصدر جلالة الملك عفوه السامي على 1446 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وجاء في بلاغ لوزارة العدل بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1441 هجرية 2020 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1446 شخصا وهم كالآتي: المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1267 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 323 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 940 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيلين، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين. المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 179 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 39 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 8 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 120 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة شخصين اثنين. المجموع العام 1446 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملدا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أنها ستواصل تقديم الندوة الصحفية اليومية حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمغرب. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن التصريح الأسبوعي تم إرجاؤه إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب تزامن موعده مع الاحتفال بعيد الأضحى. وكانت وزارة الصحة اكتفت بالندوة الصحفية المسائية لإعلان الحصيلة اليومية لكوفيد-19 فيما ألغت النشر الصباحية. ردا على الاتهامات التي وجهها عدد من المواطنين إلى الحكومة بالتسبب في حوادث سير كثيرة بعد قرارها يوم الأحد 26 يوليوز إغلاق 8 مدن، نشرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء معطيات تقول فيها إن معدلات حوادث السير الجسمانية المسجلة على طول الشبكة الطرقية الوطنية خلال يومي 26 و27 يوليوز الجاري لا تختلف كثيرا عن المعطيات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنوات السابقة. وأوضحت الوزارة أنه تبعا للبلاغ الصادر عن السلطات العمومية يوم الأحد 26 يوليوز 2020 والقاضي بمنع التنقل انطلاقا من
أو في اتجاه 8 مدن عبر التراب الوطني، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار تعزيز التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. تناقلت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور والفيديوهات لمجموعة من المواطنين في مجموعة من محاور الطرق الوطنية تبرز حالة من الاختناق المروري، بالإضافة إلى صور لمجموعة من حوادث السير. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنه تنويرا للرأي العام الوطني قامت بتجميع وتحليل المعطيات الخاصة بحوادث السير الجسمانية المسجلة على طول الشبكة الطرقية الوطنية، والتي تم تسجيلها يومي 26 و27 من يوليوز 2020 خلال مدة 48 ساعة. وتبين لها أنه في يوم الأحد 26 يوليوز تم تسجيل 96 حادثة سير جسمانية خلفت 9 وفيات و19 مصابا بجروح بليغة و146 مصابا بجروح خفيفة، في حين عرف يوم الاثنين 27 يوليوز تسجيل 103 حوادث سير خلفت 6 وفيات و7 مصابين بجروح بليغة و141 مصابا بجروح خفيفة. وسجلت في هذا السياق أن المعدلات المشار إليها أعلاها لا تختلف كثيرا عن المعطيات المسجلة خلال نفس الفترة من السنوات السابقة، حيث تشير المعدلات اليومية لشهر يوليوز 2019 إلى تسجيل 82 حادثة سير جسمانية خلفت 7 وفيات و12 مصابا بجروح بليغة و127 مصابا بجروح خفيفة. يراهن تجار التوابل وأصحاب المحلات التجارية على هذه الفترة من السنة، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتزايد الإقبال على التوابل والمكسرات وكل المواد اللازمة لهذه المناسبة. هذا الإقبال المتزايد ساهم في انتعاش العديد من الأسواق الشعبية رغم تفشي جائحة كورونا وما كان له من تأثير على الحركة الاقتصادية. تقرير في الموضوع مع جواد الرقربي. التوابل سلعة لا غنى عنها في مطبخ الأسر الآسفية، لأنها أساس الطعم ومصدر النكهة لجميع الطبخات والمأكولات. ومع حلول عيد الأضحى المبارك يزداد الإقبال عليها، لأنه من غير الممكن تحضير أي طبق دون إضافة البهارات والنكهات اللذيذة التي تكون التوابل بمختلف أنواعها مصدرا لها. العواشر في كل مناسبة كناخذ من عنده العطرية زوينة، كناخذ الحاجة اللي متحونة وكناخذ الحاجة اللي تنطحنوها في الدار، بحال الكمون والبزار كنطحنوه في الدار، شي الاخر كيطحنوه لينا هما. حنا هاد العيد كنجيو باش نتقداو هاد التوابل، لان ضرورية في المطبخ المغربي. العيد الكبير ضروري من التوابل على حسب الطقوس ديال العيد وكيفاش الناس كيخدموا في العيد والثياب وداكشي اللي كنتجهزوا. وبالنسبه للتوابل انت كتشوف الاثمنه زوينه الحمد لله. الحمد لله، راه السلعه موجوده، كل شيء الخير موجود، راه الاثمنه مناسبه كيف كتشوفوا الناس، راه كيف كتشوفوا اخويا، راه الناس دايرين جميع الاحتياطات ديالهم. الثمن مناسب هذا العام، ولكن بنادم اخويا راه بنادم كرفس، راك عارف مع كورونا بنادم اخويا الله العظيم كيجي بنادم كيتشكى، مش انا كيتشكى، بنادم كيقول لك بغيت نتقدى، ولكن راه الغالب الله بنادم ضرورة اخو، والسلعه موجوده، خير موجود اخو. ماشي هذا العام اكثريه العام داز السلعه طايحه بزاف، كاين اخويا كاين القوبه والبنادم كيجي يتقدى. وبالنسبه للوز هذا العام داير ثمن مناسب، 60 درهم ثمن، راه 73 درهم ثمن، اول مره غيدير الثمن. المحلات الشعبية لبيع التوابل هنا بأسفية ينتعش نشاطها الاقتصادي والتجاري كلما اقترب العيد كل سنة، فرغم تأطر الأسر هنا بحاضرة المحيط بجائحة كورونا، إلا أن أغلبهم توجهوا لمحلات بيع التوابل والمكسرات التي توفر لهم كل ما يلزم وبأثمنة مناسبة.
والآن نمر مشاهدينا إلى الخبر الرياضي. وإصابة 3 أفراد من أسرة اللاعب أنس المرابط بفيروس كورونا، من بينهم ابنه الرضيع بعمر 2 شهر. ونرى أيضا في أخبار الرياضة، الوداد يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام مولودية وجدة. أصيب 3 أفراد من أسرة أنس المرابط لاعب فريق النادي القنيطري المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. التحاليل المخبرية التي خضع لها العديد من مخالطي اللاعب المذكور أثبتت إصابة كل من زوجته ووالدتها، فضلا عن ابنه الرضيع بعمر 2 شهر بالفيروس التاجي. وكانت قد أكدت نتائج الاختبارات الكشف عن فيروس كورونا إصابة اللاعب أنس المرابط بالعدوى يوم السبت الماضي، قبل أن يؤكد الأخير أن وضعيته الصحية مستقرة ولا يعاني من أي أعراض، موجها رسالة الشكر لكل من سانده في هذه الظرفية. وفي خبر آخر، اكتفى فريق الوداد الرياضي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله أمام فريق مولودية وجدة عقب المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب مركب محمد الخامس لحساب مؤجل الجولة 19 من البطولة الاحترافية. وعرفت آخر دقائق الجولة الأولى افتتاح سندباد الشرق لحصة التهديف عن طريق السعداوي الذي استغل ارتباك الدفاع الأحمر. وفي حدود الدقيقة 75 رفض حكم المباراة هدف لمولودية وجدة بعد مراجعة لقطة عن طريق تقنية الفيديو، ليرد الوداد بقوة بعد تعديله للكفة في الدقيقة 87 بواسطة اللاعب الشيخ كومارا. وبهذه النتيجة تمكن الوداد من الحفاظ على صدارته لجدول البطولة الاحترافية برصيد 37 نقطة، في حين ارتقى المولودية للمركز الثاني مناصفة مع الفتح الرباطي بما مجموعه 35 نقطة. للمزيد من الأخبار أرجو أن تتفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني safigood.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.